بالإسراء والمعراج. لو جاء الشيعي وقال إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يمر في السماء الأولى الثانية مكتوب، يرى مكتوب، الشيعي يروي إن أحد أئمته روى إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يرى في السماء مكتوب أشهد أن عليا أو أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله، ماذا تقول يا وهابي؟ يا طرف آخر يقول نعم نعم، غلو غلو، تكفير تكفير، شرك شرك. ولكن بخدعة بل بذكاء من الشيخ أحمد سلمان بيّن أن هذه الكلمة قيلت بحق أبو أو أبي بكر، فماذا تقول؟ يقول سأحقق. أخواني أخواتي، لنستمع كيف أصطاده الشيخ أحمد سلمان بكلمة أو بطريقة ذكية جدا، بطريقة علمية ذكية جدا. نرجع بالتعقيب فخليكم هالفيديو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معاوية، شو رأيك بما طرحه سماحة الشيخ؟ والله أنا أول شيء بسلم عليك وعلى الشيخ أحمد سلمان، فعلا الشيخ أحمد سلمان عبنا الحقائق كويسة كتير والله. ما شاء الله. اليوم شو جاك اليوم؟ أنت صرت ويا الشيخ أحمد سلمان، صار العجائب 8-9 عجائب الدنيا. تفضل. والله مو صرت معه، عم يحكي لنا دين التوحيد، اذا هاد راي علمائنا فنحن نفتخر فيهم. اها، طلع سجستاني، هذا طلع ابو داوود الرابع. لان الشرك والغلو بعلي الله يرضى عنه هذا كله غلو، حديث الطائر وهذا كله كذب وغلو. سمعت شيخنا؟ مو قلت لك راح يجوك كثير من هؤلاء؟ سمعت انا ابي بكر السجستاني. معاويه إيه، انا يمكن ابي بكر عادي يعني. إيه يمكن معاويه انا اريد اسال، انتم عندما تقولون غلو، النبي صلى الله عليه واله قال اللهم اتني باحب الخلق اليك، ايش الغلو في هذه القضيه؟ ممكن اعرف؟ يا استاذ وعد، انت عم تبلشوا بحديث عن علي الله يرضى عنه ثم بداتم الان بالشرك فيه. عندما تصلي على النبي تذكر الآل مع النبي، هذا شرك، يجب ان تذكر النبي لحاله، ما في ايه وردت انه آله، هذا كله غلو وشرك بالنبي. يعني اذا ذكرنا آل النبي بالصلاه اللهم صل على محمد وآل محمد هذا شرك يعتبر بالصلاة، معنى الآل التابع التابعين ليس عليا وأولاده. الآن أنا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي صح ولا غلط؟ هذه شرك 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 والعياذ بالله. الرسالة نزلت على محمد ليس على علي. أما اللي جاي جاي. معاوية عزيزي تسمعوني؟ تفضل الشيخ احمد سلمان، الله يهديك على ترجع لاهل السنه. يلا ما يضر. ما رايك في من يروي ان النبي في المعراج وجد مكتوبا في كل سماء محمد رسول الله علي ولي الله؟ هذا الشرك والعياذ بالله. انت خلقت لي محمد. جميل. ما رأيك في من يروي أنه في رحلة المعراج الله كلم النبي صلى الله عليه وآله بصوت علي؟ هذا غلو وكفر والعياذ بالله. جميل، أحسنت. لا حاجة إلى سيدنا محمد. أحسنت. يلا نغير الآن الشريط. الآن الخطيب البغدادي ينقل هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا محمد رسول الله وأبو بكر الصديق من خلفي. محمد وأبو بكر. أنا أول شيء أدقق بالحديث هذا، سيدنا محمد لا بصلوا لا أبو بكر ولا عمر ولا علي. ليش مو كفر الآن؟ ولا نجرى فيه. ليش مو كفر مباشرة؟ علي كان كفر.
ايوه الان صار محقق، من تجي لابو بكر يتحقق اول شيء كفر الان محقق. في فمي ما يا في فمي ما ما اقدر اي تقول تفضل. يعني انا بتمنى منك انت يعني كل كلمه بتقول معاويه يابا معاويه اللي قدمه ما قدمه لا علي ولا الحسين ولا اولاده اللي كانوا بيركين على صفر على صفر العباسيين ياكلوا ويشربوا، ايش قدموا للاسلام؟ ايش قدم الجواد يعني الرضا؟ لحظه يعني انت الان تقول ان معاويه على الحق ام علي على الحق عندما تقاتل؟ انا عندما تقاتل اثنين على حق، انا لم اضرب في علي كرامه لسيدنا النبي. اثنين على اما الحق مع معاويه كضوء الشمس. علي مغلوبا على امره، كانوا يلعبوا فيه الخوارج علي السبعية. شلون عيده معاويه على الحق وعلي شوفي سلام الله على علي شوفي علي كان مغلوب على امره، من نصبوه الخوارج والسبعية والمجوس هؤلاء نصبوه. عندما ذهب اليه معاويه قال ابغض ما علي. سمعتم اخواني؟ لحظه دققوا بس لحظه اخونا معاويه، سمعتم يا اخواني؟ معاويه على الحق مرتب وعلي علي الشمس اي كالشمس، وعلي نصبوه المجوس والخوارج، ويعني وامرهم شورى بينهم، يعني هاي عندهم يعني امر المجوس والخوارج شورى، يعني مجوس وخوارج اختلطوا خلطه واخرجوا عليا عليه السلام خليفه للمسلمين. هذا امامكم على المباشر. هذا الكلام له أس، هذا بن أبي داود وأحمد بن حنبل والمتوكل ومعاوية، هذول هم الذي أنشأوهم والله العظيم. هاي السلسلة الآن الحلقة الثامنة أمامكم هذا النتاج. لذلك مثل ما تفضل الأخ ينبغي أن تكون قراءة موضوعية. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعتم الآن إلى هذا الفيديو حتى نعرف ان الطرف الاخر عنده يعني شيء واضح جدا من الازدواجيه بالمعايير. اي شيء يخص الامام علي عليه السلام تكفير تهجير تكفير تهجير، لكن بمجرد ان الشيخ احمد سلمان قلب له الموضوع وقال ان الكلام يخص ابو بكر وليس الامام علي عليه السلام، يقول ساحقق. اذا كان هو معيارك واحد ومقياسك واحد وكلامك واحد ونظرتك وحده وتوحيدك واحد، فلماذا هذه الازدواجيه بمجرد ان استبدل الامام علي عليه السلام بابي بكر يصبح الموضوع طبيعي وعادي جدا؟ هذا هو فيديو، هذه طريقه مهمه جدا من الشيخ احمد سلمان، وهي درس يعني لبعض يعني الاخوه الشباب اللي هم يعني يناظرون ويناقشون انه يستخدم هذه الطريقه، استبدل احد الائمه عليهم السلام بفضيله لابي بكر مثلا لعمر، وشاهد كيف ستكون انت شخص رافضي خبيث كافر مشرك مرتد. هذه الامور استبدلها مثل ما قلنا وقل لهم هذه الفضيلة بأبي بكر بعمر، كيف ستتبدل ألوانهم. وإذا أنا أخواني أخواتي الهدف الأساسي من هذه الفيديوهات أن تكون يعني الموضوع علمي، الموضوع بعيد كل البعد عن التشنجات وبعيد كل البعد عن المهاترات، نريد بحث علمي، نريد شيء علمي. وجدناه في برنامج سؤال بري، وجدناه في الورقة البحثية بعنوان النواصب حقائق وبينات للشيخ أحمد سلمان، النواصب في الحديث النبوي، وجدناه في حبنا نلخصه، يعني ما ناخذ الموضوع اكثر من هذا من هذا الجانب، انما الجانب العلمي الذي يهمنا، اما جانب الوهابيه لا يهمنا، انما يهمنا الجانب العلمي. اخواني اخواتي تقبلوا تحياتي، نوصل بختام الفيديو وفي امان الله.